صلوا على رسول الله. نظارتك الشمسية ونظارتك الطبية من الوكيل مباشرة، بلينو للنظارات خصومات رهيبة جدا لمدة 10 أيام. تابعني للأخير وانشر لكل اللي عندك والحق ما تلحق في العرض المغري واللي ما يتفوت. تعال أي ديزاين تبغي يعطونك إياه، هذا ديزاين نظارة، نظارة طبية، يفصلون لك على قياس النظر عندك ويعطونك معاهم 5 كفرات تركبهم شي على النظارة. شوف لبس كندورة بنية، البس هذه، لبس زرقاء، البس هذه، أي لون ملابسك لليل للنهار للبحر، هذا الطقم كامل ب100 درهم بس، والحق ما تلحق عليه. استلم نظارتك الطبية وانت قاعد في السيارة، لا تتحرك دقايق وتستلمها لأن الشغل داخل. تعال شوف العرض، العرض السابق تشتري مع انت من النظارة بس قيمة الزجاج أو العدسة تدفع قيمتها. شوف العرض المغري الحين، تشتري نظارة والثانية مجانا والعدسة أيضا عليهم، يعطون لك العدسة ويعطون لك كل شيء عليها، يغيرون العدسات كامل، والأسعار تبدأ من 110 دراهم لغاية 350. خذ نظارة والثانية مجانا وإلحق ما تلحق على العرض. النظارات الطبية العدسات يغيرون لك إياها لغاية مقاس 4 بس. تعال شوف هنا عندي هذه كلها، خذ نظارة والثانية مجانا. تبغي برندات عالمية؟ عندنا بولو، عندنا أرماني، عندنا ريبان، كل البراندات العالمية هذه بس عليها خصم 25% وما عليها تغيير عدسات، عدسات تدفع فلوس والعدسات رخيصة جدا عندهم هم الوكلاء. تشكيلة جديدة من نظارات الأطفال، شوف ما شاء الله، عشان تحمون عيالكم من الأجهزة الإلكترونية والأشعة وغير. تعال هني غير النظارات، هذه ما تتكسر ما يستوي على شيء، خلي يلعب ويستانس الولد فيها ويركض. يغيرون لك النظارة، يغيرون لك العدسة، خذ نظارة والثانية مجانا، والأسعار كم؟ 100 و200 درهم بس، والحق ما تلحق على الكميات. تعال شوف العرض المغري، شوف شو عندهم، نظارة طبية والثانية مجانا، والعدسات يغيرون لك إياها مجانا، تمام؟ يعني خذ نظارة والثانية فري مع تغيير العدسات، وهذا المنظف فري. المفاجأة هذا المنديل، هذا المنديل مجرد ما تفرك النظارة لو تطلع في الضباب برا تضبب نظارتك 6 ساعات ابدا ما تضبب. هذا كله المنديل مجانا وهذا مجانا والعدسات مجانا، شو رايكم بعد؟ احسن من شيء ما في. جديد واصل، هذا البوكس تو واصل جديد، وفي بوكس ثاني تو جديد واصل، هذه النظارات الشمسية. تعال هني نظارات شمسية، انواع وموديلات واشكال على كيفكم، خذ نظارة والثانية مجانا، والاسعار من 100 لغاية 400 درهم. هني عندنا النسائي مثل هذه الموديلات الفخمة، شوفوا ما شاء الله أشكال جميلة وروعة جدا، خذ نظارة والثانية مجانا. الرياضيين أيضا لهم نظارات، شوفوا هاي شحلاتها كأنها برقع. سوق سيكل، تلعب كرة قدم، عيالك يلعبون، تعال نظرك ضعيف يغيرون لك العدسة وتلبس لك نظارة طبية رياضية حق السباحة أو حق الرياضة كرة قدم أو سيكل، والنظارة الوحدة ب150، وتاخذ الثانية مجانا وتاخذ عليها منظف وتاخذ عليها ايضا اللي هو الفوطه حق التنظيف. دخلت هني خلال دقائق جهزوا لي هذه النظاره، شوف الحين انا مسحتها في هذا، شوف الضباب ابدا مباشره يختفي، شوف بس تمسحها في هذا المنديل، هذا المنديل عجيب لمده 6 ساعات ما تضبب نظارتك. عشان تفصل لك نظاره طبيه لازم تجيب معاك من اي مكان فحص نظر، لانه ما عندهم فحص نظر، جيب الفحص وتاخذ لك النظاره والثانيه مجانا. تعال شوف هني، هذه براندات عالمية، كل الماركات العالمية نظارات شمسية موجودة هني، بولو، مايكل كورس وغير وكذا، كل البراندات خصم 25% عليها، والعدسات اللاصقة أيضا خصم 25%. براندات ما شاء الله وايد عندهم وأشكال روعة جدا جدا. هذه العدسة اللي يعطونك إياها مع النظارة، هذه فيها حماية بس مش 100%. نصيحة خذ هذه العدسة اللي فيها حماية 100%، شوف الليت ما يروح صوب الثاني، يعني قوية جدا خصوصا للي يستخدمون الكمبيوتر والتليفونات بكثرة، هذه ممتازة جدا فيها حماية 100% حتى عن أشعة الشمس، ممتازة جدا. الفرق 150 درهم على العدسات. توفر عندهم غير العدسات اللي خاصة فيهم، عندهم ألماني، عندهم كوري، وعندهم فرنسي، بس هاي تاخذ لها يومين تصنيع لأنه مش عندهم تصنيع، صنع برا. أما نصيحة خذ من عندهم، هذه نوعية ممتازة جدا. العدسات اللاصقة اللي هي للزينة، براندات للعلم فريش لوك معروفة، خصم 25%. أمارة نفس الشيء، كل الألوان موجودة، وعندنا إليت أيضا متوفر منها كل الألوان وخصم 25% لمدة 10 أيام، وإلحق ما تلحق.